السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله هنعطيكم بعض الأسئلة اللي دائما كتكون في الامتحان. هذه الأسئلة اللي نقول لكم أغلبية المترشحين كيقولوا لهم لي جاهم في الامتحان تقريبا في أي سلسلة كيكونوا. بعد هذه الأسئلة هنقول لكم باش تحفظوهم هكا كما ديال لكم، نعطيكم حتى القواعد ديالهم وشاهدوا الفيديو حتى التالي وبالتوفيق للجميع. زيادة استهلاك الوقود يمكن يكون ناتج على شحن العربة أو السياقة أو مصفاة الهواء متسخة أو ضغط العجلات. على السائق يبدل باستمرار مصفاة الهواء، مصفاة الزيت والشموع أي البوجي. في السير العادي خاصني دائما نكون شاد ليمن. الضريبة الخصوصية على السيارة ضرورية، واجب يكون التوصيل ديالها مع أوراق السيارة، والجزء الثاني الملصق بالواجب يكون ملصق في الواقية الأمامية للسيارة. واجب عليا قبل المنعرج نقسم السرعة باش نحافظ على التوازن ديالي ونزيد شوية في السرعة في وسط المنعرج. السيارات اللي كيفوق الوزن ديالها مع الحمولة 2000 كيلوغرام كيتوجب توفر على الضريبة على الحمولة، والسيارات اللي كيفوق الوزن ديالها 3000 كيلوغرام كيتوجب توفر على ضريبة الحمولة زائد ضريبة على المحور. من بعد ساعتين ديال السياقة كيتوجب عليا باش ارتاح لمدة 4 ساعة. الفحص التقني للسيارة عمرها أكثر من 5 سنوات خصها تجدد الفحص التقني ديالها كل سنة. الفرامل الرئيسي كيتحكم في الروايض بربعة ديال السيارة، أما بالنسبة للفرامل ديال اليد كيتحكم في جوج روايض ديال الخلف. وبالنسبة للفرامل الموتور كتقراطي الفيتاس للدوزيام باش كتنقص بالسرعة. من الأفضل تغيير مساحة الزجاج في نهاية فصل الخريف من كل سنة أو بداية فصل الشتاء. في قنطرة ما عنديش حق الأسبقية، اللي داخل في القنطرة هو اللي عنده حق الأسبقية، يدوز هو الأول ونتسلى على ما تدوز العربة عاد نكمل السير ديالي. الإشارات الضوئية إذا كان الضوء برتقالي كيسدي نقسم السرعة والدوز، إلا كان لي من خاوي إلا كان لي من عامر كنعطي الأسبقية اليمين فقط. في هذه الحالة هذا الشيء يعني أن الضوء ما شغالش. أما بالنسبة إلا كان الضوء برتقالي واقف فهذاك يعني خصني نوقف، أما إلا كان الضوء أحمر فهذاك يقول لك انتظر على ما يشعل الأخضر باش تدوز. إشارات شرطي المرور، إذا كان شرطي المرور عاطيني بالظهر أو الوجه فكيتوجب عليا نوقف، أما إذا كان عاطيني شرطي المرور بالجلب فيمكن لي ندوز ديك الساعة. بالنسبة لإشارات السوا دايرين على شكل بوطو، كاين إشارات ديال السوا كيكون كامل بالأبيض كيكون هذاك في ملتقى الطرق، كيبين لنا ملتقى الطرق وما كيعطينا حتى شي قاعده لما الاسبقيه، هذاك غير باش يبين لنا ملتقى الطرق. وكاين السيوا اللي الراس ديالو بالاحمر كيبين لنا المنعرج فين داير، كيحدد لنا المنعرج والخطر ديال المنعرج كيف داير. وكاين سيوا فيه خط كيكون في سكه حديديه كيبين لك على بعد 50 متر تلقى سكه حديديه، وكاين اللي فيه جوج خطوطه كيبين لك على بعد 100 متر تلقى سكه حديديه، وكاين اللي فيه ثلاثة خطوطة تلقى سكة حديدية على بعد 150 متر. في كل خط كيكون 50 وكيكون داك الخط باللون الأحمر ومائل. الطريق الوطنية كتكون السرعة محددة في 100 كيلومتر في الساعة، والطريق كتكون كدي وكتجيب، والخط اللي على اليسار كيكون متقطع. أما طريق السيار فكتكون السرعة محددة في 120 كيلومتر في الساعة، والخط تصل على اليسار والطريق غير كتدي. أما بالنسبة لداخل المدينة فالسرعة كتكون محددة ما بين 40 و 60 كم في الساعة.
طريق وطنية كيكون اللون ديالو بالأحمر، والطريق جهوية كيكون اللون ديالو بالأصفر، والطريق إقليمية كيكون اللون ديالو بالأزرق أو الأبيض، أما الطريق غابوية فكيكون اللون ديالو بالأخضر.